قبل حوالي شهر أعلنت سلطات الاحتلال عن مصادرة 4000 دنم من أراضي قرية صوريف، واد فوكين، حسان، الجبعة. طبعا معظم الأراضي اللي أعلن عن مصادرتها هي بتتركز في هاي المنطقة وفي صوريف، لذلك اليوم نحن في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار ولجنة الدفاع عن خليل، ومتضامنون أجانب وفلسطينيون من داخل الخط الأخضر قررنا أن نشارك في هذا اليوم في قطف الزيتون تضامنا مع المزارعين الفلسطينيين، رفضا لقرار الاحتلال لمصادرة الأراضي ودعما لصمود المزارعين ووقوفهم في أرضهم في مواجهة الاحتلال. اليوم احنا موجودين في صوريف من أجل مناصرة أهلنا في صوريف في كل موضوع وما يخص مصادرة الأراضي ومحاولة الاعتداء على زيتونهم اللي هو رمز الحياة ورمز التواجد. الشعب الفلسطيني شعب معطاء، ولما الناس عرفت انه أرض من أراضي صوريف المستوطنين بدهم يستولوا عليها قمنا بحملة لمساندة أهلنا المزارعين في صوريف، وأجى عدد كبير من أهلنا في الداخل هلأ وصلوا يشاركوا المزارعين بقطف الزيتون. هاي الأرض يا أخوان في سنة 1976 في هذه الفترة هاي إجوا قطعان المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي وعسكروا على المنطقة هاي اللي بسموها أبو شوك اللي هي مساحتها لا يقل عن 3000 دنم تقريبا. طبعا هم اجوا هون بحجة انهم بدهم يعملوا فيلم وما فيلم، وهو الفيلم الحقيقي كان انه بده يستولوا على الارض وبده ياخذوها. فهبت صوريف وبأطفالها وبشيوخها وشيابها، وكمان تمركزوا في الارض لمدة اسبوع تقريبا، وكانت القرى المجاورة تمدهم بالاكل بالليل الا ان قدرنا استطعنا ان احنا نبعد عن احنا المستوطنين والجيش وبقينا في ارضنا. بعديها طبعا على اكثر من فترة جينا ولقينا معلمين الارض هاي كلها بعلامات وهمية من عندهم من اجل مصادرة، كمان ماشينا ضدهم وقاومنا وما زلنا نقاوم. ومن هذاك التاريخ بمساعدة البلدية وبمساعدة الناس الشرفاء قدرنا نفتح الخط الترابي هذا، وقدرنا بلشنا من السبعينات نزرع بالارض بشجر الزيتون اللي انتم شايفينه، واليوم احنا قدرنا يعني نبني بعض البنايات الصغيرة من اجل ان احنا نثبت في الارض، وعملنا عدة طرق ترابية بمساعدة البلدية ومساعدة اجنبية، وزرعنا الزيتون وثبتنا في ارضنا، وهي احنا ثابتين بوجودكم بمساعدتكم بمساعدة كل الناس الشرفاء، واهلا وسهلا فيكم.